بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد وحمد الله بنا إن برنامج كيني إن شاء الله تعالى وحاقوه الرئية ونكف الفرانة إن آيات من الذكر الحكيم وإلى آخر دوره الشيخ خليف محمد عرب وآه خريج من جامعة المستقبل فليتفضل مشكورا وإمام في مسجد ابن القيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. جزاك الله خيرا خير الجزاء. الشيخ خليف مهدي عرب. أولا إن شاء الله تعالى كلمات
كوحا ايان ماشان كوها ياو علمادا هدي إله يلاهدو عن سيسين دونو سين والبا انطباع عيسى وقشاقو يو إن أنسور دوينو مرتدا وحا إذن قبطي بانديقان أما حوغا فاديقان قدادان لسكوغو إماضي جامعة المستقبل يضو أكسور دوين إيسا كنا شرف إيسا علمادا نوغا إماتي إتوبيا utaagan dacwada islaamka waxaan marka ku soo dhaweynaya marka hore raisul majlis al-umana jaamacatu al-mustaqbal al-sheikh hasan abduhu ali in uu soo dhaweeyo martida halkana uu soo istaago fal yatafaddal mashkura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولعلها مرتدة نوغي ماضي إثيوبيا كصعدان مجلس الأعلى لمسلمي منطقة الصومال في إثيوبيا دعادة علمادا رجارس مدراء المدارس والجمعيات وغيرهم من العلماء الحضور جزاكم الله خير على حسن استجابتكم للدعوة ولا ليال سود هذا وادما سنتين دمانتين بمرتدى ايو دات كان كالي رجارس انت اسكوي ماضي برنامج كان وانت نيلي شايوم انا مارتي ولا لا نو ماضي ان سو دوونو نسلق دينو ما شاء يدنا مارتي علمادي مغالدا اي جامعه كلا قيب قاتان مارتي سو دوينتا وفد نو ماضي ولا لا هي هذا وحمنا أيوة ويوصل ده إنه نلمي قديين ولما إنه قديين لكن وقتي هو حاجة إسكا صعدة يو حاجة دي بدع ده درادة أنا برنامج كنا إسكا وائل قديين ده كا أنت بدون قديين مركب برنامج كنا قصة كان لين أنا شغنو كلمات كوكبنا ما أركتي أنا ما أركتي إسكو شغنو مركا سو دوادا اني كلمه دي واون سو دوين يو ترحيبين جامعه المستقبل دي كلين ددك ماشا لو بدن اما ددك انا غارس نغم قرسونو حد قف مارتي لو شيغايا مالها ولالها ما دينا انت بدن واي كورايان حتى وحا كميد dad inta arda ka ahaa oo si saan uga warqabno uga warqabo jaamacadda marka hadee soo dhawaada walaalaha martida magaaladeena Garis ku soo dhawaada wadankiina Kenya jaamacatu mustaqbalna waa jaamacadeena waana insha Allahu ta'ala Allahu maalmo inta joogtaan waan rajaynaynaa martaan nafas aad ku soo ziyaaratan aan idin helo جامعة أرمي هذا وحا إن شاء الله تعالى جري دونا اسكو إمات دنبي وما أرتا عربنا إنان علوم المقالة إنتان يكبضن لغو يهرو وما أرتا حالة مش هذا مرسا عن أغورنا لكن هذا دي عسك سو قابلنا وحا ما أرتا هذا أغو دنبي سفر ماركتي أن أنا جاي دكتور كا مدير كجامعة دا عن السودان كو عندي أسيق ولي مونا نمانين أنا بقى سوري مركا جامعة القرآن الكريم وجامعة دا إلى تهاي حرر عن الله لنا توا ما على سمعناي أو مارتا أو حيال بانسكا كان حري بانسوز زيارنا يدنا وحنقلا سوكرانا أرمى في عنو يعني كلاس أوكرانية كمدين كليات عصبان اللفرو
ماجستير دراسات عليا ماجستير هي دكتورة هي وحيالة كلاو مارتي إن شاء الله تعالى أن جعلها مارت أنا دب أنا سكجو ورسن مركاو وقت هو قامن درادة إن كلمة ده صدق حن رواون ولا لا مرتي أنا يقعدان ولا صعدان الجامعات هي فكرة هيك قاتان وأنا زيارة دوران إن شاء الله مركز وحكروا معلومات يعني لسين هدي مارت النفاس هذا إيشان سود وياه دمانتين جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شا حسن وما هتصنت هاي فنتي علماء ما يسوق قذينين وحنجعلها قفكي أن كلمة سينو يجنا وربحين تهذو إنها دينو ساقابة وحنكو حجسينا يا كلمة توجيهية شا عبد الله عثمان إن أمارك تنسيه فليتفضل مشكورا شا عبد الله مقال هذا حنمرينا إذنكم اتقنا شا عبد الله بولو وكما قعديري هاي لما قشينا ولا غيابا وعلم هذا مقال هذا شيخ كوباد وحنويه شا محمد عبدي ما صوكي عكره شيخ الله بادوي الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اولا بل نبي ان صلينا طبعا قهر نيك العكبه ثم مجلس كانه فضل الليله وسيقعتيه اللهم صل على محمد وعلى صل 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 كلمة وقابلت هاي ما دام وقت وقابلني هاي وقت كلمة سنة وقابلت هاي محاضرة دير معها وحاول كل كان وكل غريبة واحد وسنتين مشان كانت تقول ولا راح نوي معذين أول وي كان فوقان جثي لكن ما أنت وحاس كل دبي وقت وحافظها قارس حافظ كمذا هي وكاتي مركا إنك سؤال ماشي قيام إنك سؤال دواتي ولكن وحاوي إنا أنو قرن نقدرين وإنك فائدي سنة سيد اللوكة لحرحرنا سيد اللوكة لفقا سيد دتك اللوكة لقوي إلى الآن ومارتي عطارتي يوم مولي ويتشوغا وكن بفضل الله ورحمته حالة هذا السيطة هاي سيك هو بريستي يعني والبو أركب ونمغل هيا مركا أنو دارينو أنو كفا إليسنو دعوة أنو وفا إليسنو التعارف وتعاقي أنو مارتي أنو صوبينو سيدي دين كاللوحو جيي مركي مدينة الله إمامي والعليك الحرحنايين العذاب هاي أي مار دين كماشي وربنا سبحانه وتعالى وحوهي إنك أنا وحي أسرها محفوظ ويه وحي وشوغا dad alla ku xifnaayeen way joogan marka inagaan aan dacwadi aan hor u sii wadno koraan u sii qaadno inta sabarteena leel nahar dhaar iyo habeenba dacwadi aan isku xirno aan noolayno ayaamaha iyo saacadaha fursada nafaaska ay jirto yeenan wax kale aanan isku mashquulinin aan isku mashquulinno dacwada oo sidii madiina alla uga hadgeliyey إننا أنا وهر جلنا بعودي أنا حوجينا ولا لها مارتي سدى أي الله سبحانه وتعالى أكل مي دعودي هالله حوجي أنا الله أكل مي وافرصة أن سونا نغنين وحال لها هذه موت والداد وي وحاوي أبين كاد ماركتي روب أتكو بريزته أتمارو أتكو بريزه هذه جلال ديار النغو يعني الدنيا ذا سيدة متعاقبة وطهيوية هذا العرب أنشوقنا وحامد عربنا يهبين
هين بين عجبنا هي مرك حالنا روح كذا ما يندونا أين والدك إذا سوي له كعبور الدنيا ذن لا تدوم على حاله بعشان بهالمارتي دائما يسمعها ساسو إله كعبوري مركا رنتي كلن كان مانتا وكلن غريبة وكلن غريبة وكأنها أنا وأنا صوينا صومرين وكلي دعادي ماشي شوكتي إنا إلو إمادان وحالكو ميلا عن قوة هذا الله دعودينا عن كشا كيسانو وأمور هذا أنا حسوسين كل هذا كهر لعتان كهذا مركا عن كفا إيدي سنو كنت مثل هذا ومهم سن وامدا أيضا والمهسنتين جزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة اللبات وحنسينا يا الشيخ حسين إبراهيم براله فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الله يحلي له الله يريه الله سوقه نقطة روينا عن مارتك الله وكساب سنود عن الدعوة في كينيا وحان روينا عن لبن نقطة من دول استعجل سي وقت مارتك عن قام نقف هذه السنة نقطة خلفية سياسية عن الإقليم وفي هذه الولاية هي نقطة عن الدعوة في الوقت الحاضر وانا نمارتي تفاصيل عن نسيق لينين واسود وين نمارتي ولا لهن مارتي ده نوع مادن واسود شعبد الله الشيخي واشرك يقول هي ودعاء ويسوي مادن فدي انتن لك ومجرد ان يسوي مادو تذكي مادي مارتي اثيوبيا ودعوة مثيرة هي يوم مجرد ان قارس مركه وحرجينا ان شاء الله انه كصبحه وحفي عن او هدا كدم مارته دائما مركه النقطوين كان كشيكين هايو وهو حنا نقول قصدها يا اني خلفيه كقاتان زوارته اما زايرين ثا اني مارته خلفيه كقاتان ودن كعموما ولايه خاصه لكن واح اكثر كدعاده اي مارته اي اوكسوين ويو كينيا وهو كميد هي ودمان الاسكيلا شرق افريقيا ايو كميد هي كميت هي تذكر دقنا وحال وقياس هذا كونتون الى مليون كونتون الى الى كونتون 6 مليون اي لو قياس حسب احصائياتنا اخيرا مسلمين تو هي كيه صدر يشن بالمئة تقريبا انت سالو قياس 35% ولو قياس وحي بدن يهين إقليم كان نورث إيستن ليرهدو إي إقليم كا ساحل كا أو مومباسو مارتي أي مديرية عامة وأهيد إي إقليم كا شرقي كا أو إسيولو أي وأهيد أيضا مقالة مدحة وأهيد ميالها كرانا كل ويجوغان عاصمة نيروبي وي حب كليهين ودك إنتي سكرانا ويجوغان مسلمين تكينيا لكن أقاليم تاس أي وحب بديهين أو كوب بديهين كينيا نظام كعالي هاي أها سلطة مركزية أي يالو ما مولي جري لكن هذا توانسنا كهر حلي لبكن إيو لبية توانكي أي قاطي النظام كان ليرا هذا ديفولوشن أو نظام التفويض إن لو التفويض إيو ولاية كستا ما ملك إدارة دي خاص كي وكبحسن إن كجرين أرمها أمنها قيبه إيسا يتعلين تي كجرين أي مارتي لو غراضي أقاليم تيدي مركوا على قيبيي أقاليم سيديد أبو ودن ككوب نواغا هوري أقوها سلطة مركزية أقوها سيديد بو كلبيه جري أفرثان يتوضبو ولاية اللو كلا ساري مركي ديفولوشن كلا سور روي انتاسا اللو كلا ساري مسلمين تاوحي كلي انساقال ولاية يكسو قران أيها مارتي وكميد من أصلي 47 كاس انت سوا حوي عموما وودا كينيا ولاية غارسا وحالا سو دورتا سقال يا صدن قف بالا سو دورتا
سند والبو يعني شنتي سنة بمر دفكا وحي سوو جيران أعلى بارلمان كي أو تدوئه أو بارلمان كاكورئه أو ميد أي دمر تهي إيو أعلى صدن إيه أو دولة محلية إيه أو أيانا بارلمان كمحلية إيه يعني سنة تأي أو مجلس الشيوخ ودن كاكورئ ممثله يا حاكم كولاية أو غفنا لو يغان إنتاس بامرك اللي اسكتره واسغال يا صدن دائرة انتخابية بولاية مارتايا يا لغا سمايا بعد كل 5 سنوات مقعد كاس دمر كايا اسكالة ميدا دمر كلايين باجرة أو كميدا صدن يا سغال كاس أو أيغي ونيكي استاغي كران الروح رغي أن لو أغالين وحاجرة أعضاء كلا أو بارربان ككرة أو أحزاب تأي عينان وإيقا أن دورانين عدد كودا مربو وحسب الحزبي سنة كان هذا هو سيديد يطوان نومنيت أما سيديد يطوان عضوي بارلمان أو كرة أو أي ولاية دنكار اسمارتي أي أحزاب تأي مارتي أقول داقين أي هذا سنة كان جراء مركرو مربو كبنا مربو كير هذا هو حسب الحزبي مركرة لا يسكد دارة دفكاس مال صدن هو أعضاء بارلمان محلي يوم حوها تضوم حوها بارلمان ككرة يقبلنا يسنة يسدد يتوان نمرة بكل إسقاطه وحيس كجاره يعني كنتن يتضوم مسؤول أو مسلم إيه يولاية ذا لذا كنتن يتضوم مسؤول أو سومالي أو مسلمين أي ولاية ذا معطي لذا هاي أنت أسوأ خلفية سياسية عن المارت يعني الولاية خلفية دعوية وأنا سأسوى قابلها يا ولا مارت عربينها يا دعوة سلفية ومارت هي كتها جنة على الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة منطلق هذا هي معقل كأي كفى في ميلا بدن يودن كان كي ومقالدن قارس وذلك له سبب سبب تاسوحا وهي كل سغال بقول يلحن يسديدي أيها شرق إفريقيا وحيدار والإفتاء ماشي الأورنجري أو سماحة الشيخ ابن باز وكأهانجري رئيس وحيصادر تي اللبية تمن داعية أو شرق إفريقيا لا صادري وإثيوبيا كمتها إثيوبيا كينيا سوماليا تنزانيا يوغاندا انت هساوح لا صادري اللبية تمن داعي إنه دعوة كفافيان سألك سنتهين ما قبل التسعينات عالم كالبقى تلقم بوها كتلة شوعية أخذ عضو ولا شوعية ولازم هي كتلة ديمقراطية اللي وضعك تلقم بها لها مارتي انتين سوفياتك وبابين لما كي مركي حالك نماذية شرق إفريقيا ما لان كي هين دعوه كفا في موائل سوماليا دعوه لك بفا في كلين شوعية مارتي يا كجرتي والنشاط دعوية اللي ما أقولين حتى قرآن كي تجويد كالسكوه يستي إثيوبيا ساسو كلا هي دعوة لمن فافين كريم تنزانيا ساسو كلا هي يوغاندا وحوها ودن تقلبات سياسية كجرو لبيه تمكي داعبا كاين يكسو نغدين إذا هارين سود إرتاي اللي حريرين وحي أشياء قلين إي دعوة كفافين كريم ودماغاس وعلومة دولي بالله حير حيري كاين يكلي إي دعوة كفافين كران ويكو أمان كوهي لهايان هل كان بالله أبرا دي مركين إي دعوة كفافين كينيا نمكي با إسقيبي أوكي سقيبي ميت كميدا أنا غنوي ما هذا الشيخ ليه هذا الشيخ محمد أول رحمة الله عليه ده كاس بعد دعوة دي مرتها أساسي أصلا ما تقرأ وها شيخة تقرأ وها لكن قبل وحوق به حبشي حوشي سمين شعب له إرتري وراء قبل إرتري وقبي لكن أصلا تقرأ وها وحونا هذا في جامعة إسلامية الدفعة الثانية كبحي أيوها شيخة أصلا dad kaas markaa way isqaybiyeen culumadii waxay isku qaybiyeen kiya sheekh Soomaali baa ku jiray oo leeyahay sheekh maxamed haadi allah rahmadahu sagaal maartay wuu dhintay oo wajeer markii dambay tagay baaga hore meel ilaahay ka tuubi uu ya qaybahan loogay oo muddo uu joogay markii dambara wuxuu tagay wajeer dacwadaas xaqiiqadii dadkan dhulkan ka bilaabeen 70-aadkii bilowgeeda dacwadaas ba ilaahay meel badan maartay gaarsiyay oo dacwa على العقيدة الصحيحة هي الدعوة دي مركب حيدا شيء مدارس بيدك أساسين مراكز بقى أساس بطي
نشيق يا عرورتي بحق لصاري محوها عقيدة دي بعد كل لصحي دعوة دي ماشى سمارتي كبرقتي مدارس رجال كبار محو الأمية هل كاس سمارتي دعوة دي كبلاوتي وحامرك ماشى كم وقناها يا إن دعوة أي من هذا الشيء إن دعوة دي من هذا الشيء أو كينيا أيضا أو ك نسبهان كل كل لفيريو إثيوبيا يتنزعني أيوان ده مسلمين تلقى بدنيا أدب لقى بدنيا يسمى 35 وهي نسبة المسلمين في كينيا لكن وزن هذا ما أرتي تمثيل كذا يدعو هذا إنك جو حقوق هذا المتكين وده ما رأي مسلمين تلقى بدنيين سبب تحسنا وبركة لي افتعالك دعوة ما أرتي صحيح هذا قبل الله تيوي مرك إن دعوة الوجود ده لا ما أرتي لسيف في أو لسيف وضع يا مرتاي يا أنتي كبرينا شيخ أحد يا إيه مرتاي قرب تاجن مراكز تي مدارس تي جامعات كا يعني بقينا عن مرتاي وعن دول مرة لكن خلاصة وحوي جامعات بعجرا ودنا كنية سد حو إسلامية وجامعة المستقبل إكملتها جامعة الأمة إكملتها جامعة الجامعة الإسلامية جامعة ذو يقام وهذا هندسي جامعة الراف واجه هالوقع هندسي نوجرتا مراكز هي مدارس هي مارثي حدث ولا حرج ربي كبتين خلاص لا سير بحر وين مارثي إن شاء الله وح التفاصيل لك أبو جاري كرو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ حسين والله تصنت هاي عن جعل الله يقفل بينه صدح دقيقة وسنكبت سنين هذا روح عنوية ليا أنت أنا مرتدة جاري مرتدة كله وتعرف فاكه الرئين طورا تذكر اسمه براني ولي مركز سوق جاري فقرة مرتدة أيام تعريفك بالله بالدورة وحيقول حق هذا الدكتور عبد الرحمن ورديرة فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبي الله وعلى آله وصحبه وجمعنا وبعد كلمة ذو ما يشم الله وقضبه بمناسبة كتهي قضب وسو دوينتا ولا لها مرتدا قدب كلنا واس وريسي حقي حق انك على برقاته وحمل لنا يا وقتي اسك غابن درتيس بان اركيسين انه تقرير كي شيخ واخرنا سوره ويدن دمسترتو حاله ولا ريال مرحبا بكم مرتدا شرفت له إن سوز زيارتي إن وقتي من ملفك إن وقتي من زيارة قارصة هذه آد بني سعوينا حديث في صحيح مسلم قصه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي أنه حكشك عليه الصلاة والسلام وحديث معروف وقدر التقانان النبي وحوش عليه الصلاة والسلام نن يا وحو هذا قرية كاري زيارة هذا إنه سو زيارته نن ولا الكيس أوه مسلمة ملك بو إلهي أصادر سبحانه وتعالى ولو في رسو ملك أوحى الله صادر هل كان منك الله صادر السماء لك صادر رب العزة صادر سبحانه وتعالى ملك نحضر أو يستاغي لنك زاير كها أو يستاغي طبعا كصورة إنسان مسك صور دقي ملايته تشكل بأوبرنان إلى الأوس آخرين مركز وحير حق هذا صعتها وحان صعتها في القرية ده سمح دوني سانين بان زيارنا يا صاحب كيا أمولار كيا موح أبار هي قعان وكولها وجودي ساجرته ما هي إلى هي درتي أم بان ولا لكم هاي زيارنا يا نكيم محوير ملقي وحير حان هاي الرسول إلى هي وصادر هذا ليس وكادرين وحانا كل شيء غيا أن الله قد أحبك كما أحببته فيه إلهي إنه كتش على هذا ساد السقا كتش على هذا إلهي درت كتش على هذا مركا وحانا لها يعني لكم درتم وضعبا ممشاكم زيارة ديني بوغشة ديني هذا مكان كاسي يمسافة دار كتي ما دير إن هذا أركتان ولا ليهم وصو زيارتان إن شاء الله أجل وين بعد ذيهم رأيت كذا الإله وإني قري سبحانه وتعالى هذا أسود هذا مجرد وقارس إن بدر وإني كذا مجرد وين مغلير من أركم إن شاء الله تعالى
سيدا إن بدنا مش الجوكتما إنا تشجع واركن أي أوطها يوم شاكي يورق أوطها مركز تبادل الزيارات كني وصحن صحو ونكسن يسال القيمة بدن هي الرسالة ونكسن بيدرسها إن قلوبتي ذاتك إسكو هي إن يد إسكو هي إسشعلا إن داية إسكو أركان أو إسبوغدان أو خبرات كالقاتان أو حق كالهيلان أو وحي عقبادة إيا وحي مشاكل إسويديان حروشة إيا حكمتان على كالقاتو دعوذن شيخ حسين أدوك وهذا لا يدعو قانقاني أو نبض هيستي أو واسعه يكاد لي أنا لو حسك هذا الله سي إسكو وازوازية وازواز متقنة وازوازي يروح هذا الله وعلى وحوية سيس كواسع أو بالبلارم أو حبلا قرصين أو بلارم أسكر هذا الله مركا مرحلة عصي مرضي مين هي سنينك حالة أسكر هذا بالو سكنا لبضم باجري وحصلنا بحروب هي خلافات باجري لكن الحمد لله إذن كنا وأنا قلنا بالحمد لله لأنه أنا أنت فمن أنا وحاوي إن قلنا هل باصلنا هاي أنا هو هذا أدوغنا وأنا مركز الحمد لله مر البابا وحي يقول يا نصر أول لجاره يا حرية لجاره وأكبر هينا صدح مركز دعوة خيرك إماشي هنا بصر وين واب وتصايا هيرك هيرك مش عمريان تعرف حلوه هري اسم قل يا دقيسي يا احترام يا دنت عامك والله وذا خدمة يا مجتمع والله سكوب وذا قيمي سكر الدول يا مدح ذا حل لجاجرته والله شقي أنت أصله هري مدحضة محلقة أما مدى مركز سيدتك مدحضة واه إن دمت دعوة اللوغة فإذا يستو أو آنسكو تاقن أو لا احترامه ولد إيه ومنهج صحيحة أو أي سلف كي سلف الصالح أي قبيل وي هداد احترام تروكو احترامي هداد كو إستاق تروكو إستاق يعني ساقنا كاحب بضان ما كرونتي جدك هدى على حساب أو إن أدينك شعب كيني يا مدحديني يا مسؤولينتيني يا مجالستيني أي قبصتين ومدى أنا نقبل رنينو إذنك أول بحينا صين دورة لكنو حنكو بنهي آد بانو فرحسن هاي وانا نوسي بورنينا مجتمع صوماليا وسنية وشافعية يا قتي مادين مجتمع أمركا كريو قوبها يا الامرين يا طورين يا والعلماء الله موجيو iy inta indhaha oo ah culuma iyo madaxa oo hal aragti qaba oo hal dhinac isku raaca intaas u baahan mujtamaantiisa kale halkaas ay raacayaan wanaasu ala diini muluki marka aad dad ma sentin soo dhawaad walaalayaal hadalku waqtigiisa gaaban idinku raadiyo safar baad tahayna wali ma ina nasanin ee waqti inta ka badan isku heelo falanqeyn dheer aan kala qaadano fursad badan aan ino noqoto iswaraysano runtii aad baan u jecelahay idinku waa jecelshiin laakiin kalaamku خير الكلام ما قل ودل لجمعنا وضع تجين نك يرأي كم تجين بعدين نك بديانا مرة من هذا هذا حد علماء دي مشايخ ده عندي دعوة ده يو تعليم تبع أباه نوع أبا جوجا يو رني ردي شغلة يهوشة ودي أنت أضعاف مضاعفة وكبر باجرت أنت وأنت أون أي صور قال لغته إني إنك إن سود وهاان دويان نيابة عن الآخرين جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حد مدى هذا الكون سيسك غير بيران جزاكم الله خيرا منك هلانا وحده يا أدعي مروا مع سكسي وده هذا وحن سود وين يا دكتور عبد الستار وجامعة الأمة كصعدة فليتفضل مشكورا سغن إنه أدم وصق قابيان تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركك واد إلهي بأمهات سكال سبحانه وتعالى ونمهد علينا أولا إيه وآخرا مد اللبات وحان آد يا آد مارت أسر لويننا أخيارت الشرفت له إيهال كان سقوت مد علمدا مارت قيمها بدا الدعاء دا مارت مقالة قارسة يا النواحي هذا وما أرد الدين تي الدعوة كفاف في ناس مركز الدحات كوا ما أرد الجيلي ذا مرة هاي كوا اللؤلي ذا ما أرد تيارق وقنا قبلها جعلوا حي وحيله جيب واحد هاي يشجعان
jiibta marka waxa way wax uu ninka ku cadeeyay maaragtay in uu yara qooqan yahay oo gabar uu baahan yahay ha lurka laga magabiyo inta baan gabay yar oo afarreyn laha jira oo iska tuurtuurta islaamahaana u balankaas marka marka ninka wuxuu yiri nin baa wuxuu yiri gacal kala maqnaan jiray iyo go'day geelba way soo ololaab u dhay marka tiiban maanta soo qaadanayna walaalaheena maaragtay naga maqnaa ee noo yimid waxaan leenahay maaragtay gacal kala maqnaan jiray iyo go'day geelba way soo ololaabaan leenahay marka waad mahadsantiin jazaakumullaahu khayran waxaan u malaynayaa masaafada noo dhexaysa annaga iyo meesha aad ka timaadeen in maaragtay ay 10 kilomitir gaaris marka jacayl iyo wanaag iyo walaalihiinna oo aad maaragtay doonaysaan inaad aragtaan ood barataan ood wax la qaybsataan baa maaragtay idinka soo horreeyay aad iyo aad baan nagan ugu faraxsannahay insha allah waxaan rajaynaynaa aniga iyo maaragtay looleyda meesha ay u badan tahay inaan mar jigjiga tagno haddii ilaahay yiraahdo yaan annaga la rajaynaynaa jazaakum allahu khayr taas waa intaa tan labaad aniga waxaa ka socdaa sidaad maqlaysay jaamicatu umma marka kolley intaas jaamicatu mustaqbal ay noo dhahday unbaa innagana noo dhahan haddii aan fursad kale helo insha allah waan sheegi doonaa inta ay ka kooban tahay jaamacadda ee takhasusaadkeeda waxay bixiso iyo waxyaalahaas oo dhan laakiin hadda maanta inta unbaa noo dhahan waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والمهات سنتا يا دكتور قالين تعديس وقالسي وحن تعالى هاي مجلس الأعلى شيخ حسن عبده عبدي عبد الله مجو بسومة وانك قد با شيخ آدم أحمد روائن وصغنا سلام ومدى كلمة يرنو قعك السيوم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرتدى الشرف تره oo nootimid oo na soo ziyaaratay Garissa iyo Kenya guud ahaan runtii sharaftumuna waana sharafteen waana runtii aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin soo dhowaada waddankiinii iyo walaalihiin iyo maartaaye ehelkiina u timaadeen anigu mar baan tagay waddankaas مرنا سفر اسكا عابره ارتساوا ايان كومره ترانسيت مرنا غوبل كاي كي مادين مانتغي رونتي ماركا لوكاس جوجتيد دوادو اون غارس جوو وا اون داتكاغي وا لوقادادي حدود بينات كان يو ادون كان مارتاي لا كلا خرتي اون با لا اسوغو سكون واي مو يعني wax kale oo runtii umadaan kala reebay ma jirin marka xeel la hasiyo waa waniga dhisan yihiin ayagu anagu intaas oo cadad intaas daba kacno oo halkan ka baxno ilaa goday iyo qarbadahre iyo fulaan maba mari karno aniyo doctor cabdiraxmaan oo dheere iyo nin yiraahdo sheekh cabdiraxmaan korme ayaa goday iyo jigjiga wadada ku safarnay marka waagaasna waxoogaagood duruftood way ka adkeed runtii cabsi waan ku marnay niman idaado liyu polis oo aad uga cabsanay baan iska ilaalinaynay marka intay taagan yihiin intay marayaan xagga baasbaar u taala anagoo isgaabinayno maan wadankii dee wadankan ayaa mooyadood waxay yihiinay annagoo isgaabinayno rafaasan baa ilaahay wadadeena wadagu marsiiyey waxaa noogu yaabanneed noomuseeki kii gaariga lahaaye qorax hadday dhacdo ma lama socon karo waa in meeshaas waxaan maqli jiray waagi Kenyatta baashan la yiraahdo waalida hadday qorax u dhacdo lama wado lama safriyo waa in la joojiyo meeshaas marka meel cilad ay qorax ku dhacday kuwii ugu soo horreeyay qoraydii u taalay baasha liyo booliskii waxay yiraahdeen halka dhaafmaysaan marka markeena arkeen waweynidaana odayaashaan iska masaakiinta oo calaacalay bal waxayna dhaafna socday ilaa ilaahay maarta marka runtii culimada Allah ay soo dhawaada soona maxay dhahaan maarta masaaradu tacaal kulli yoom iska soo noqdo insha Allah anagana bal na geesi anagana na yara tashjiiciya bal aan idinka hadii maano aan maartay aan idin soo insha allah marka jazaakum allah khayran soo dhawaada fursada waa yar tahay barnaamijka ogsiin idinka waa ogtihiin maanta sidaan rabnay ilaa xalay nooma suroobin marka jazaakum allah khayr shukran sheekh aadan u mahadsan yahay nokta ayuu keenay
وحان كوري جينياش اسماعيل علي ادم فليتفضل مشكورا. مدير مدرستي خديجه. وي طيب شيخ محمد صلاح الحيري تفضل. كفايه بيا. طيب هذا فقرتي مركا ودن بيسي حنسو قالني مرتدي انا سينو وحن جعلها التعريف انا هلكا قلنو. اولس بارتو مركو هذا تعريف كون كبودني مركا اذنك قف منسق دين وهذا الله اذا سي اذنك كينا هي جزاكم الله خيرا. لكن وحن ربا ان مركو هذا تعريف ان كبر لونه لا اسبرتو هي تفضلوا كبر الله صفقه هره قبل وضع مركا علم هذا بسوا عن كبل لعبة هرتا معلمين تجاعة المستقبل كان سوي استعجال اليوم مجلس كوي حكى الجو هاي بس لو نبهر هاي هاي واي هاي هاي سبرتان مركا شاقة نمو البلو هالشي غمق عيسى يو حارة سبر شاد أنا قاعد عن كبل لعبة حسن إسحاق عبد الله حسن خليفة أكبر عدير هاي وحانا هاي دتك جامعة دك الشقية مستقبل وضياش قارس دقنا كمد بارهاي دبير بنمشن دقنا أصل أهان ما حق أصلا كسو جيدا ومحي هيدي كان تذكر لويا قانو قلت إذا أنا هاي مرك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله مختار الشريف عبد الله وحانا هاي معلمين تا جامعة المستقبل بانكا مدى هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبستار موليد عبدي وحانا هي جامعة أمة فرح أهلكم كويا للرئيس كيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم في الله إبراهيم جهل الزبير معلمين توحن كامدة هي جامعة المستقبل. بارك الله فيكم. بسم الله. حالي يراد أنا بشيء غلط أنا بشيء ميل عنكم مع قوانا هذا ميل هبل بنكم مع قوانا عن بهم ملا ولو ما داس إلهي مقالة بسكي جو كتب هي مر كي ما أرتا دون تان وع أخذ مر كي دمنا سوق غير بسكي جو تان سك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايز محمد عبد الحسين وحنا هاي كبار عامنا المدير كا مدرسة عم مارت هاي مركز كا مراك بالله التوفيق. أنا عبد النور محمد العرب مع كاميرا مدرسين كمدرسة النجاح الإسلامي في عرسة. مقعي حسين إبراهيم برالي وحن كاميرا هاي معلمين تا مدرسة سلام يا خديجة إذا عاد الرسالة أنا وحن هاي مؤسس كذا تذكر قلت دي كنت أغنب أنا هاي بسم الله وصلى الله وسلم على محمد ولكن عبد الرحمن ورديري حان هاي ساتذة جامعة المستقبل لا توفيق. بسم الله معي إبراهيم شق محمود رجالس معنا هذا إلى مدو لكن أسأل حان حقا كسو جيدي بالله توفيق. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد مبعيق علي رهدا عبد الرحمن محمد أحمد وحان كاميلا هاي أساتذة من درس السلام. بسم الله عبد الواحد أحمد دقالة وحان هاي مدير مدرسة التوفيق. مبعيق وعبد الله النور معلم وحان هاي معلمين مدرسة التوفيق شيخ وشيخي حكروا هاي إمام كمسجد سلمان الفارسي.
magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdirashiid Cadow waxaan ka mid ahay macallimiinta jaamacadda Mustaqbal ما واحد صح ما بسم الله ما يعجب حاليا هذا عبد الغادر محمود آدم عبد الغادر الجيلان أنا وكم قاعد يره هاي وحنا هاي مدير مدرسة الفتحي بنات وحاك له جيلان مركان شغال وبصلي محاد عاي وحاك له أنا هاي إمام مسجد النور مدن كلا الشيخ نغاني وحويري ما يلا كم قاعد أنا هاي ملها مساعد كأن إمام ككاهي بكتابك آخرية السلام عليكم بسم الله الحمد لله سبحان الله ولكن مرنا والد بعد الطوعية وحيوين مش نوتشوا المري عبد الله عثمان إسحاق وليه تذكر حيا غانان عبد الله بولو مستشيخ بولو هي غانان وحان معلن كاهي مدرسة نجاح ومدارس أول ريسي والمحسنتين والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم أخوكم محمد شيخ عبد الله آدم وبالله توفيق بسم الله يوسف حسن دعالة وحنا مدير مدرسة عائشة وإمام مسجد أبي بن كعب أخوكم عبد الرحمن محمود عبدي أستاذ من أساتذة مدرسة السلام الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم أخوكم عبد الرحمن علي حاشي عضو هيئة تدريس لمدرسة السلام الإسلامية بسم الله أخوكم آدم أحمد إبراهيم معلم متقاعد بأنا هاي رجعنا مشفى ينبضى كمده معلم بأنا وها حتى أنا ما أصل إلى مصف رقام أنا ذي واحد بسم الله أخوكم عبد الرحمن بورو عضو هيئة التدريس جامعة المستقبل بسم الله أخوكم يوسف مهد عن كمدها معلمين مركز دار العلوم التعليمي بسم الله أخوكم عبد الهاب يوسف دواني عن معلم كاهي مدرسة النجاح وحاكا لمسؤولين تا جمعية القرآن الكريم عن كمدها بسم الله أخوكم حسين قيد محمد نائب مدير مركز منار في باشال محمد سلات حيري يعني ليدها حيري نوانكم قاعدين هاي وحان معلن كاهي مدرسة نجاح مؤسسة الفرقان وشيخ آدم عمد إبراهيم ورئيس ويهانا قد يعني كميدة هاي إمام وخطيبنا وحان كاهي مسجد أبي أيوب الأنصاري أسأل كيقنا وحان كسو جيدا قبل كاعدك إماتين محايا إلي ماشان دادك أو إماتين كل وقوسين يغسر رمي معايا لماشان واح كوبير ما أو الوب اللعبي مالهين واح قلتيد اللي هي أو قارنا ساس اللي مالها إذن كمحوها واحد حق وليدين بأينا نولك حيسان مركا ساوي يعني قنا إنتاس أبو درعيا السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله بسم الله أنا معي وعلي عثمان عبدي سيدا الشيخ وكلميه برمالموغ أنا قوسنك كومجري برمالين مركا أحد الأئمة مقالة ذا أيان كم ذا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم في الله محمد قاسم محمد عضو هيئة تدريس جامعة مستقبل بسم الله الرحمن الرحيم أخوكم يوسف يرو معلم في جامعة مستقبل أخوكم مختار عثمان لونتو عضو هيئة التدريس في الجامعة وأمين الامتحانات في الجامعة مستقبل
بسم الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اسمي عبدي عبد الله، دعاه الإسلامية في كارسة. بسم الله الرحمن الرحيم. إدريس جيل أحمد جيل مالنا وانكم قاعد داري هاي ما قاعد يسوون عليه كلو ودارين بان كواتعان وقولا ده لبلا قولا ده كلمات ما قاعد كي جمنا ده كم جرو مدرس حكومي من المدارس الثانوية الحكومية عن دفاع كل جراشة حسين برالي ذاتك أصل كماجي بان أنا قبل نهين قوسين كحكس وقوست ما شاء الله قولا لي شيخ حسين برالي قربونا معي حلنا محمود محمد حسين وحنكمل هاي معلمين تا تحفيز القرآن كجارسة. بسم الله معي وحالي حسين حسن لحص وحنا هاي النائب ومركز ابن مبارك تحفيز القرآن. بسم الله معي وحاوي عبد الرحمن نور مع العبدي وحنكمل هاي معلمين تا تحفيز القرآن. بسم الله وحنا إسماعيل علي آدم مدرسة خديجة إيو جمعية رعاية جارس. وحالي رها خليف مهدي عبد الله عرب كانوا هذا مغليس ما كلمة كلو مسكجا وسجلسة وحنا هاي أحد أئمة مسجد ابن القيم بارك الله فيكم. بسم الله حسين عبد السمد معلم وحكم هذا معلمين تجاعد مستقبل. بسم الله محمد العز عبدي عقمي هاي معلمين دا جامعة المستقبل. بسم الله أحمد محمود عبده أحد أساتذتي تدريس في جامعة الصغر. طيب وين رقم ما تشكل حق تعريفك وحنصور وين الضيوفتا هذه آتها وصور لوادان قريقين بعد ما تين هاسمرتيننا إن شاء الله تعالى وحان إذن لنا هاي كعمة فرن قلب فرن لاب فرن كسو دوادا إن شاء الله تعالى إذن كأيا فردقو إذن قبسية هاي وحان ربنا مركة وحان لوحي واربحينا يسعدك إنو وحو كسار سنة إنت وإن عاد كور بحسان علمات عوشاكتان مركة تفضلوا جزاكم الله خيرا ودوميها أما الرئيس كه مجلس الأعلى ويان يا مركا يغنى وين استعرفين دونا مصمع هاي فضل. بسم الله الحمد لله أخوكم في الله عبد الله معلن عبد الرحمن وحنكمل هاي سيدة عالك أنا كفر دينو مرتدى دين كتيميد ايتوبيا قراهان ديغان كصومالي دا وحنكو سعونا مقاعة حفيزكا قراها رما إسلامكا ديغان كصومالي دا جامعات يميلان وان كسو بحي مجيرو وحانها علمدي حلقات وحكو براتي اسلام مرهان تاس كوات دي ديگان كسومالي دا ونا دبر عضيك تاي حلية دادك بركود مستهين توانيسك دايا حلية دادك بركود الشيخ اوشيق هاي اي كسو عرارين راقيبو دبر عضيكي اي وقت كيستي ايان كمي دا هاي دعوه هالكاسي كودي اهد بادو بحد سنتين. بسم الله ولكن محمد عبد الرحمن كم إذا حمنا قد تفلنت يا حفيز كريم الله السلام غير ديجان وفتيجان حبيب بانك أتبدل ما سنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الله حسن موسى
وحنا هاي علماء دي كلها رما سلام كهير هور حلي عدد سكبتنا رجي كلها رما سلام كسوجي وجريو وليس كاد مقاشين أما قيب كمدة وصو أركتي أي كسو دعي جرتي بان كمدة هاي حدانا وحي جوغا قبل كداوة قيب تا شريعة دا إسلام كا فيان جوغا وفتقين وان كمدة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثناء الله صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعريف كان سفعل نكوع اللي هي الشيخة أوش الشيو أنا وحنكوص أنا قبل لك لدوما كنت مركا إذنكو حايدين في عان إنا دوغاتان قبل الله أنك كلمي قاب كان وصعني وأن قد دوانتين إسكو هالقبل بچوكتان مركا إذنكو فهنتان قابل سميتك أنكو سعني الشيخة أوش الشيو الشيخ عبد الرحمن سيد ودين شكتي شعد الله وقولها رماه إسلام كجود دفلنتا وهو جانكا تعليمتا إيو دعوة ده ديان كصومالي ذو ويان السر إيو نينك بمقعس يسوت ين وواح جارس لي لبعضهم هو جميعه كوبد وكان كحين كان وشخص مركانه وحنا سيد دول دا ودسمنا واحد تعليمته واحد برشة ده وواحد أسك صعته شخص وحب مثل أمريكا ديان ك صومالي ذو مجلس ككشره قبل هذا كل سيئة كل سلي سيئة، بركة وحمة تلا قبل كأفدر، قبل كأفدر أي مقال ما تحسه تاي هرجل يكسر وشذا بركة هالكاسو كم تلا وفريا دين قصوا ماله وتشي وتشوا، شيخهم كل حيقو شيخ محمد عبد الرحمن وصيده كلا جود زفلنت ويو وحشوا واحدة حريركا قبل هذا يدقمون كا أيو نوع قبل سيئة هاي وحي حرير خصابا أورنا ساعة قبل سرعة علاقات العام ساتقاني ذي كافكينا الشيخ حسن نوتشوي حروي وجود فلنتا وحنا كسر على جبل كسر على جبل كليبن إما قال ما الحوت هاي فلتو نجي لي يدنا كان سكة إما نرى كتوسوي الشيخ نكو حبو سوي ذي الشيء أسرع وسير رعي ما شاء وشوه ليبن ما قال ما تدي سكة فلتو فلتا ليدا فلتا ليدا إما قال ما الحوت جبل كسوي أنا هذا دور بسيط أقول بانشيء وأنا وشيء منديرة يو وشير يو غارس هذا هذا وشيء هذا غير هذا هو اللي كنت وشيء شيخان داو كسوة هذا صار شيء ويا قبل كنا وبدي حي قلبيت كنا وحي ويا إيموي على كيني حق قلبيت كله حدود كله ويا كفرت يكتب هنا كويلو أي داو اللي هذا شيخان كسوة وسوي ذي الشيء مجلس وراء وها كأول تاني ما سوي هذا نص الرعي وأنا قصورة حق محكمة هذا الشريعة الإسلام كه أيو كم ديها أنا قا بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحالي أحمد محمد علي ما قا أحمد محمد علي أنا وحنا هسه الشيخين جود ذا أبو مجلس كان ديان كصومالي ذا كشرو هرتشو هو ذا أي مركان ما ذا حد كتير ومدير بانشوا والله بلا صدق لا تكبر نين وحنا كسر شيء ذا قبل كقرحي قرحي والمقشن شهر ما بغيت غانا ميا شهر هذا هو هرشوغا تاع الصومالي كل شيء الصومالي عيد يزم كوها من الله هرشوغا دلي انا اجنبي كوها الله افهم عربي كوها الله انجليزي كوها الله هذا الصومالي نقرين هرشوغا انا وحنا غانا نلقى مسؤول كنت مركا هكا مسؤولية القاضي هيو ها انا وانت بدل حقها سولي سيدي الله نوغا وريبا نو ولي الصومالي انا والله ها الصومالي انا وكان marka inta badan waxaan isticmaalaa af Soomaali wayna ugu yartaa in afaf kale uu soo dhex galo marka halkaas adigu saa sheegteen chairmanka majlisaha halka joogayaanahay gobol ahaan anaa waxaan ka socdaa gobolka qorxi baad maqsheen baa leeyahay shalaabi iyo dhoweyn dhulka shidaalka lagu sheego Soomaali galbeed la sheegayaan kasoo jeeda sheekh ahmed federal kan okay in kala ku daraya islam majlis kan hadda aan ku socono oo kale oo heer federaal ah jiro ama idinka u taqaana subcom kenya fadhiyo kaas oo kale oo ethiopia ka jira kaasna xubin baan ka ku jira oo federaalka adisawa ayaan jooga oo deegaanka soomaalida bata ka intaasna way dheertahay sheekhan jaamacadahi ma taawanin saddexda nin sayidii sheegeen culimada waxa way culimada xalaqaadka inta badan sanawii qaar ka baxay way jirayaan
لكن ده وهذا كير حشوينا رجينا ودكتور كميرني ومشيك شيكر أنت يا رن حيصنه وأنا قرص نوي وفشل من عندك الدكتورتيس خبرة دارنا مليهن معلمين ما نجارين وحصل ما نتعاون مركب ما تتعاون كربلاس شيخ اللي وحيه شعب تشكر بالي هذا وحلقية وأنا بقعم كل ذي وبرشدي سقيب كم يظهر كفرد المعلمين تيسي إيه هالك فردوا لكن وإذا كنت مرضي عن ده مركب وإذا كنت شيخ حاجة سوق قارب ريجي شعب تشكر مركب حويان قبل كم مركا marku soo qalin jibeen xaqiin uu ka boodo xaqaanaga uu soo wareegay marka anaga waa dooranay hoggaanka tacliinta ayaan ka dhignay golaha arimaha islaamka wuxuu matala gobolka shabeelle magaalada xisin goday tahay ayuu ka soo jeedaa taasaasad uu garisan sheekhaas xaqqa u jiro qadib ninka kulli wala sheekha oo ca afriqiya asna sidoo kale sheekhaasna waxa weeye sheekh xasan barre maxamed ayaa leeyahay ومجلس علىها استغلفت سجود فلنت ويو وهجانك قيفتها المساعدات والتنمية ويو نوح لسان مجلس كا يعني نقولوا عم كم عابين هاي ورجس إلا ما استرك وهاشتا وحويان السودان أيوكاها أرض إن بدن إلا ما استرك وكسوقات هالكاس كم على كلا يمكن كيو حرير ليه هو مارت اقتصاد الإسلامي تخص مالها سيأشروا وأنا رئيس منظمة محلية هناك هلك شو نمر هذه يرو تعالى يو ماذا حكي هاي وأقولتي ندك مساكين تس مساعدات كسو أيو قيبي قبل دوري كان سو هذا روحينك مزعلها قبل أهم وحكسو شيء ذا قبل كم قال ما إحنا نوعه اللي يقال فافن عسبد سريت هاي شيء شيء هلك سو شو ذا مركز ده تشكيل كود تركيب كود وقاب كي هاي أيانا ميزة خاصة أمبار أول شيء إنه مركب سوى بحينني مركب تعرف كأنه هو خاص عاد بريد يسوي وين إنه كمان نقرأ إنه ما نتصد وصور روتين ينشات كدعوة كم بغضه هي تاريخ في عن شيخة اللي هو جاي كل يعني ما تعلين صوته واحد بدل ما كفى يسيني لول أنا أقول إنه غريب أن كون هاي وصو قال لي مركب إنا كفى يسون معلومات يتقابك هيك الإداري كتر وطنك إنا بحكفى عن عاد يوفي مركب هذا صوص ولا وش كين دونا أنا تعرف كأنك تسكت يقصدي. جزاكم الله خيرا محررنا مركب أربع حنتيني يبرامج كي إن أفضل بالوضع وأن الدار لنتهين ماني نقدين ولي مركب رالي هذا كسر دوا ذا. بسم الله الحمد لله ثناء الله صلاة وسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مدونا هنا وقت إذا قعدت الدار ما دام ما أنتوا نادفدين هرت كرر على هذا الدوري عنو داعي فرصوا ومن كل يوم لا يحقق وفرصوا هذا يهيت وحنا دهني هذا دبته الله دهني سواء حل سنتي بار ملها يا أنا وصل لدين شيء هرت عاوة مرتبة لدين هاي ما لا مرتين ما شو خير بدني أيام مرتين وع علماء دي مراد وجود أس وذا إمام كميرنا وذا مدرس كي وذا مدير كميرنا إن هرف ليان أنا كفر حد إنه تاعي موضوع يعني كسرني ده كيسي كلامه اللي ديكيسوان هلي دد ودا مخضر من قضية الدعوة دا كل إيرادي أيان هلي دد دواعتن كي لحد اللي سديد دي سديد تبعتي كشاكين هيا هلي أنا قام حان وتعلم الشارع يدرات تاس كرا لهذا هذا ضايتان كأنداني قدر كوكو بعد مركب حنش على لوا قدر بكو كوبا نيدا سو كوبا مت وحلاقي وارين نقالوا ويانو قضياش ووين ما ستاش انتان لتشنو يعني مدفع إذا نحن يقدونا إن شاء الله مركيسة سيجارة نوهل دونا خيار طال هل دونا قضب نواك الدعوة يعني إذا كهو الرابي إن إيديا أنك غصعونه إيه وحا كتلو هذا وقع تاني إتوبيا إتوبيا هورتس قدهانات مركي دي ولاية ولاية اللي هذا شيء غاسة مرنو إذا ولاية أسفع روشيغي ولاية الصومالية يعني أنا وهل ولاية هل ولاية مركي لي هل ولاية
لكن ولاية نمسة محافظة إلى ذا إلا كويتون محافظة إلى ذا ممكن أو منطقة لها أو ولاية لها أما إقليم لها أو واحد أنتم كم بقى عاده شهادة الصومالي ذا وهل شو وهل إقليم وي مركز إقليم استعمال لما كانوا حاجة شونه إقليم الصومال إقليم العفر إقليم الجنوب إقليم الفلان إقليم بالاستعمال له مركز إقليم كاس مصطلح عن قادني كاوي أساس وقصدا هذيل يقول إقليم كوته إقليم الصومال بدور الرسالة مركز وسكو أفكارنا إثيوبيا أنت هذا كله إقليم هكذا وشيد ولاية ما استعمال إيرغاس كبشر إثيوبيا مركز أف صومالي أنا ودي أف صومالي بنسلك وحنا هي الدولة دولدة ديجان كاس صومالي ده نلها دولدة كل الوان كتغني زون شرط وان كتغني ما قاعد نوشر عيستني دستور كنا وشروا وحوي دولدة ديجان كاس صومالي ده أما حكومة إقليم الصومالوي ساسن لو يقنا بك الدولة تبرنا ميزانية هذه مدحبين هذا لو بارلمان كذا لو وزارة هذا لو وحول بلد كل التسهيلات المرافق الحكومية ورد ورد بسترين برنا مركز ديجان كاس أيه وحوليه هاي مجلس مركز ديجان هذا إثيوبيا إلا صدح يتون ديجان وين مركز وادو دو مرد ولا سحب أشلو صدح يتون بين غين صدح يتون كاسي مسلم يا كريستان مسلم يا قلب ويسكوتشين ديجان هذا بقول كيو بقول مسلم كاه ديجان كصومالي هذا بقول كيو بقول ومسلم ديجان كعفرته ودرسنا له وقوي نجحيه بقول كيو بقول أيقونا ومسلم لماذا ديجان ما كلا قصور ريبه ديجان ماذا كله سكون حشروي مثلا ديجان اللي يلا حشرو قلبيت كده أو برشنجول بل برشنجول وهذا الأصل أصول سودانية وين برشنجول بلها ضد السوقي جاي بلغة ديجان مركوره سيدنا ده كله بقول كده بقول مسلم هاين لكن قبل كله لو دريت مركز وحين نقدين ويلا برشيان مركز مكس لغة ديجان مركا ديجان كاس كل أغلب لكن ومسلمين لغة دي كوه لانه عربي ما يقان لغة كله أفكو هذا عربي بس ديجان كاس نه دنا أنا وكتر يتوبي دنا على كلو قلبيت كا يوكي ده جيها يتوبي يوكي جيها لا ديجان هذا كله بقول كي هو كونتر أو كونتر يشان أو بقول كي باللحدة المسلم كان حكم ده أوروبا ده أوروبا ده بقول كي باللحدة ما له سلوق يسا إنه يهين مسلم يهين يتوبي ده حمارة ده بقول كي با وحلا جيها حمارة ده نقول كليه هذا بقول كي بسيش شكتنا يو بقول كي ولا باتن بقول كي وصدم بقى مسلم يدان بقول كي وصدم كاسأل الشيء جاي لفت صدي عددها الله تريه تون مليون كوي تون مليون ومسلم ويان لكن ملي مسلم لو بدل ترى لو بدل عادي تركب كذا مركز ده كاسل سوق جي أي يتوبي كقوان تهاي وحصل ما وحوله مركز هالمجلس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا معني سواساس مجلس الأعلى أو مجلس العالي مر بيقاتل مقعاس إنك استوهاد لغا نقضي أو برد حاو حالو بحي مجلس العالي للشؤون الإسلامية في إثيوبيا كاسا فترة الكورنة كان حيو كاس قبل قصتو حبنا ومتلاي مركا أو لغاس دورنا هيا أقاليمتا سداسا مركا آنيقيا لابانين وكالي يا ديغان كصومالي ده ومتلين إثيوبيا ما قولها رماها إسلام كا مركا أنو أفسوالي مكوها دلا قولها أرماها إسلام كا دانا قولها أرماها إسلام كا الدولة ديغان كصومالي ده وكان كسع ندانا يو مجلس كاس شؤون تاس إسلام كو دن معمولا يو مركا تركيب كو حارب على ماتو وغاتان فرصدها نغا إذي ونامح يدعوا ذا الشيرين اللي ندعوا ذا هستان ودفي عنتين ودقنتين أدفي عنتين وحاول نحوي سيد الشيخ والشيخي قردويد كلين أما قلتي إصدها أما كو أقلتي هاي نطبقع كالو بحي سجور ده كلين أسل كيني حقا سكسو ذا قرتين وصوك الشنكي عوص ماشي لغا قرو إيا ماشي لغا قرو كي أبديه ماشي لغا قرو أبديه تذكينا وحاك سوى جيدان أسل كيني حقا سكسو تكتين مركا حاجة صابط نادي يضلكي فراه بدنا حاجة بوشرة تذكر نوع دعوة لات كده ركتين بيوبهين مرك إذا كده دعوة لات كده ركتين ومدارستي يشان عاديه يوبان ولاتين لكن ماش هس قال نبدي يشير ما قاركود مركو أحمر أيه ماش محمد النبي آدم دبدي بين الله مرن مركو لك ليا وضلك سيهين وحلا جاي من عشان خيرنا أن تكين صلاة بقول كيف استيتنا تكين ودتكين يا إيه شو
دعوة السيلان قدر ما ذكر ذكر يسين مركا أنا فرصة هاي يتوبي كفر ما حوي يتوبي يسبدل كأبي أو كان وح كفى إني وامح دعوة فرفر كحو كيمد يتوبي وتعس لقرينا وتسيدنا هيدا حاجة كيمد وح كيمد كون إنت مركو كيمد وح سكودة تلاوة كوبات إنه مدايا مسلمين تا مدين توامح سلفية صوفية أخوان تبليغ عد بشيع أحباش وحبوي تشوفون القص حقلا تشوف مذاهب أفرت هيدب إمام حنيف شافعي مالك أفرت هوي تشوفون أيضا قلوا سيد وحيس تبليته أو من بشعبي دي سي جهور تسولية إيه توبي جوت وحسيد عصو وطن ما دام يتيبي ألف نوين كل دي شيء تكره يا وضع كيسين شيء أي سكود دي شيء أبي وحاسة بحال المسلمين تا إن سيدنا يكون كتر تر ميان هذا سيد الوصي وضع مركا إنه هو دارته ومدايو اتجاه كستهل هذا وحال قاتي وحال الدياري وحال اللي هذا وثيقة العلماء مسلمي إثيوبيا وثيقة العلماء مسلمي إثيوبيا يعني نقاط أو بنتيا كقرن لسكو كينا يضط كاس وضط كاس لو لو ترجع يكون مدايو مركا سوت الويري حاجة نخب وكسر دورتي من البوفريسية وحيث صارن وثيقة علماء مسلمي ثوبيا وثيقة كل شيء وحنا كل شيء قبل لا بس أرجس أو قوة صعنا هنا أو وضعك قوة هنا بنتي هذا صار صعده تحسوا مركا كيني سي أصل كده وها وروحي نسخ خلاصنا هنا هل كأنه إنه البوحيس جاره وطه وحنا سكوا فخصنا هنا ومدة أن كوهجنا سلاسي soo saareen waxa laga mamnuucay laga dhex saaray oo dadka ay shiinayaan ku jirin shiico shiica kuma jirto ahbaashna kuma jirto labada qolo ayagu dadka luma dhex wadi karo laakiin waxa kale in eelsoon wal jamaac isla yihiin oo waxan furuuc taafay oo naf aan lahayn isku khilaafsan yihiin ya soo baxday marka aan walba intisaas ka wataaleen intisaar haa jafsado ka kale isku la yaabin كانوا يقولون كلا يابن هلا وات كي حكوا كبيرة كبيرة كي حكوا كبيرة كبيرة نقول دعوة وات وكي بديه وين تاس ولا جاري مرنا وين على سي سكوت ضيف ربنا مرك أو رجال بيت كا أو مراكم كله جامن هيو أو أرين تاكس وهر شيء دول اللي بربري لدون هيو ما دام أي هالك يتوبي أي تاي جزيرة دي راكو تحت الله بدوين هندي برتن كذا أو مسلمين حقي حقي هو ذيهن أرنا كانوا حكينا يا أنت صاحب ده مسيحيين تاني أكتر المريخ برضه مسلمين تاني مذيعين تا كل جهود بنا حتى إلى الآن كان صعدوا وشرت قلوا كاسو ده جاي قلوا كلا بعض وده وحوي وحوي مسيحي مسلم كإنا يتهاي دين الله أقوم سيء هاي أما لقى أقوم سيء هاي إثيوبيا هالك إثيوبيا مركي فهم لبوحين هيو أما تقرافك هالإثيوبيا لقى شكاين هيو مركل لما راح ببلشين كل صعدة في لما راح ديانة مركل لما راح المسيحي اللي قري أرجع والله كان صلي وحال قري إن إثيوبيا أي تاي ضد لبدي مود وكتيرنا مهمة إسلام المسيحية وأقولش كلا أبي وسكر دي فدريشن كلا جاه مسيحي برلمان كلا جاه مسيحي ساسا بيار شرعي سن الدستور كوسكان هيو لو صعد داري ومسلمين ساسا معترف كهله قبل كأصف صدحان أو قاضي فإذا كنت تروحين بنوك الإسلامية بنوك إسلامية غير ربوية إن لقى أساسه إثيوبيا أو ممنوع كاهيد هذا كور وحكومة خاصة بالنشال بنكية أما بنكية سنترال كاهي ودن كلاقي حكومة إنه أقوى صدق وصوصها ربيا نشرعية عدينا يو إن لقى أساسه كرو بنكية إسلامية إثيوبيا ما دام بقول كي تطبعات المسلمين تيجين arinkaas rafasho badan uu ogolaaday bayaanka uu soo saaray bayaanka baarlamaanka laga geeyay baarlamaanka laga sii sida darada muslimiinta ila hadda bangiga afraad ayay fureen waxay fureen Samsung Bank Hijra Bank Bushra maxaa nasri ma Shabeel Bank Ikhlas Bank Shabeel Bank Soomaali baa iskala marka furatay Soomaali baa furatay wali ma taabagelin oo shaqadii ma bilaabin لكن دمايستري فروعدي غريو دمو كريستاي بانكي غاسو سوماليا ستو سوو يا اوجيرو
تاريخيا أولي هراء ودحين إثيوبيا أو لقى أقلاده خيبة لقى استعمال الليه ما لقى استعمال المايو وحيالها جوشة كانوا وين قلبك سمحون نقضي قلبك صدحات وتلاعب ذا كان المسلمين تقوهر مرنايو أفراد وحوي حرية مطلقة يوسي أو شيخ كست داعية أدونكم ماشوا دون أوكي بانكروا دعوة الإسلام كان كفودي كروا أيضاً نبي نينكي سكسو دقايو ولا شيل كاها وحيالها وقلادي كميتاي سادر هذا المسلمين تأفرتك كسنة صدر سنة ودك مسافرين تكا مقنين أو ودك ليري ويصوى ذا نقضين يقول ودك قبوبي ودك دعاة واوين رقس الفيه ذا هو بضنادين يصوى ذا لافتين ودك كسوى لافتين ودعوة ذا هالكي يكمل لابين نشاد دعوة ذا وحا كتر يوتوبيا إن ملايين وحا عبكو عن الشيخة أو رعاو محاضرين وسوتشي ذي ضدك أصفر استيد دعوانا إن مليون كيان هذا هل مليون إن كيان هذا وعب شيخ اسم حضريس وفيه شيء هذه مليونين نقوم ويدو يتوب إذا كورا ساوي إنك ما صمالي ذا ما صمالي ذا أنا نوحا كتيرو محاضرات قبلها عاول سينا هولكا لواكم بيهاين سدحكم بيهاين مساجد وين مركب هل شخص وشين محاضرة أفكار مريسان وسيدة دكتين تفيد دعوتين لكن قليها سوى استوديوم كي ما لين لا تجمعوا يا مسؤول بس مساجد الوقت محاضرات هل قبل قرن كرت هذا بقولك باهيد الدعوة وقوة يتقدر يمسى يدق في دين توش عليه قلب كسمح كفايدنا أنا بركة بيان كلا سيح كفايدني إن مؤسسات كديني جاء هي هذا الديني جاء سيد المدارس تجمع هذا إن ومجلس كان يعني هذا كسر عنا هالك أسبوركيس قارو كوريا قارنا إلى صحة وبهين هاي مجلس الأعلى أنا مسلمي منهن مسلمي وحلها ضد كقارنا قالي هاي قارنا وقالهم بمسلمين لا استعمالها أنا كل أنا بقول كأنا بقول مسلم بنا وبهين كلمة مسلمي يغلي مسلمي لا ضافي لهاي مركب على جحد في هالكاس أنا وحنا هاي المجلس على في شؤون الإسلامية في إقليم الصومال بانها بقولك بقول مسلم أنا وح أرجع مسلم إن لو عز أوبان صارت ونهاف ونهاف بنقدر هي قرته كل اللي دكوا قرحين سن حسن النية وقرتين لكن إني توبي عضو أخرسته بركة وحجر ما شان وح كلام كتيران ولا ضعف ليه لا توبي أنا أنت كم توبي أنا كم صار أنا وحكي صار أنا هذا إقليم الصومال marka ay Soomaal ba fi Ethiopia ku dhaxtaalo ya ku dhaxtaalo marka halkaas la saxayna dilaan waleen xaaladaha marka fursada ka faa'iido waa maxay muassasada diiniga ee majliskaas shaqeeyeen halka wasaaradda tacliim idinku madrasada traafka ee aqoonsi ee keenaysa wasaaradda tacliim marba hadduu madrasada muassasada diiniga tahay machaar islaamiga tahay taariikhdu waxay keenaysaa shaal aalidii qaadaysa أدون كنا فاتع على يا أو بيا كنا أسعيد ستون كي تبي عدينا يا المجلس على أرسيو أسعيو وإعتراف وأوحنا إذا نهار يوارك من ولا بقى خير جاء لا ما لوك الغالي تنمية وضعين تنمية الدين تاعي وتطوير الدين تاع المسلمين تاعي هرم لنا سيو إن اقتصاد كنا قالي كنا صار سارس هذا كنا قالي كنا صار سارس هذا هكلا الدولة ده يا شقيعي لكن هذي تاعي مدر ما لو تطوير الإسلام تاعي ويدين تهر مرة ليس أيضا أنا قاعد أتراف كذا إذا أقول سكذا مش على يا شتي أيوة أيوة بيا كان ضرر أنا لا أسيء لا بدو لي وبيا كسر صوص على يوتيوب لا أسيء فين لو بجت مكان تاسع كم ده مركز تاسع هذا مرتب وحكى هذا هو يفتح فرن قديم إنه كجر أنا قوم مركز يكمل له مركز كان لنا واقع سياسي إداري يوتيوب يكمل له يوتيوب المسلمين تبقول كم حلو شيء بقولك ما تدوات مالوشية، بقولك ما تدوات الناس أنا كملة، ده سؤال كملة، هذا بدي أقوله لهم، إن أنت كأف سماي بحال كريه وما حد ريسم، وهاي السوء هي برشنجو، وهاي السوء هي أوله، وهاي السوء هي عفر، وهاي السوء هي أرمو، ده كأس وطن، ده كيني بتشو، هذا سؤال والله هنا هكذا، بورو الخير الله سيء، دعوة لك هالكأس محمد الأول بعصمه، محمد الأول إما من إريتريا وإما من تكره لما ذا بدو بوها لما ذا واسك مان بدقي يتوبي وحكي يعلن وقوي وقود دم بيه لما ذا كوي يعلن بتعس بكوي يعلن السودان بحدود اللي نيجي هالك أول شيء قارس تعود كيف دي هي هذا المكان مقالة تكتب
ودعوة كافية سبحان الله ودي ذي محا رجالي بتشو شامع إسلامي ركز على بحرين بتشو شامع أنا أقولك أنا ركز كل يوم بقول بتشو قوة وقاف قرنا اللغة العربية بقول بتشو دعوة النمر وين الشمولية نقطة ما هي المحل كورستا قارس الكوري يستمع وين صباح يا كورن حقا هذه نتاعه حقيقة يمكن تان لفت سوق سكية يقول جدا وكشان جدا وصل وكشان مقال بيتك المدارس تقع عيدا فرحة من الله أتكون الفرطان ما دام الدين حر أي وضع حر شوكتان وأنا كفى يستاهل ذلك لو قد الولي بدك الرئيسة وأنا وحنا يوفي عنتي لو قد أتقود بالله أنت عودنا لا يستان أنا وصبع لدعني حقاس سامولا وقبيسي إسكيل علي سو الشيخ إذن الشيء يعني أنا كيف لو قد أروق بنا الميل إننا وأنت عودك لكن إذن كوة ذلك سان مرد قارد أنا قاروح بالي ذلك هو الدين الدين تقولي أقال الله أسكو مشغول إلا قارس كريا قارس بكتشوا بقول كما بقول مسلوي دعوة الشيخ يا شيخي كان انت متقاعد معنا وكان قاصا كف الله دعوتي انا غير صاحب حالي هو تشيستن اي حق علي قلبي بس تشيستن وين دعوه فيا انا ورت قرشا من بيت دكا سان كا كوبن هاي مركا كنا وحدان ميدوني غرت مركا تشكيل كا كو سكنو اسك فهم مركا صوفي سلف بن علينا صوفي يوم سلف بن علينا هاي عقلي ندر وين كسبودا دك ميدوني oo waxba u dhaxeynin oo walaala ah oo isku fikir ah oo diinta islaamka ay hor marto oo meel gaar ah doonaysa inuu noqdo waxba ka hadreen hayo ay dadku wax leeyeen kan kale hadreenna dadku wax leeyeen waay anigu dad xaq ah kuma mashquulayn hadda waxa ku mashquulayn oo kaliye waa dadka sayid ku tukadaan oo diinta islaamka ay ku hor marto salaac kaan aan ugu noqonay inuu aqbada la fido weyn sayid ugu noqon بكاري تسأل وقاتل عطيه أخر فرطان مشروع الدعوان على ذي شغل نمو لقوة كسو تشيهي وكسو اللابتو وحنا كتنبتو فرصة ديه وحنا كفرنا لقا فرصة ديه المدارس الماهي سنو مدارس على ذي شغل يكفرن شكتيه وحلقي أبا كل تحفيد القرآن مسكي بديه وحنا بدو حد ديوان قمان ما بدو من مغالة شكتيه أفر بقول وقودها شكتيه أفر بقول تدباتا يلو مدرس أفر بقول يا أفر بقول يتدوا أفر بقول يتدوات اللي يلوا مدرسات هذا الهرس اللي قاله كل يوم تحفظ القرآن ما جبت مدرسة سيد كل يوم كلا تاع شهادة يلقى قادم هي ويجيهم مدارس النوع حسوا كلا إلا سديد وهي واعترف كاه إذا كشروا الله أقول سيد الشهادة صوب حن جمع على الوجه كرو وسديد كبير سديد حبوي هذا أفر بقول يتدوات اللي هذا نقدر wada madaas quraaniga noqdeen marka dad nawaan idin hayna bibleshinki magaalada jijiga kaliya qiyaasta dadka degan ee gudaha jijiga degan 2 milyan wax yar bay dhibayaan dadkaas oo waxay ka baahayeen madarista masirka ama tab shaqalka ay isku jirtay xagga akadeemiga lagu qaadanayo xagga diinta dhabista lagu qaadanayo idinku aad leedahay oo kale aad baa lagu baahan xaggaas dadkan tan aad baa u jiraan lahayn marka qeyla dhaanta diimeed waan idin wadnaa anagana fursadii oo fara badan aan u abuureen hayna إثيوبيا أن بني السويس شقيق وهاوي عام كهكري كانوا حالا ربا أنت سود وين أنت سبق سود وين أو قالوا خاله أو شمة تبغى باجفار شمة باجفار ما خشى من ذي وأبو قر مسلم ها أو هاتشري أو ربك سو شيء أو قلبك كده يشري أو هذا مكة كلية هذا ده إثيوبيا مدرن قيما ده وقف أيولي أو كنس طب مسلم ساس بقولك أبو قر مسلم وين waa gobol dhan gobolka aad tagtaan ilin ka tarjumo oo maxaadareysaan oo walaaltinimadiina oo muujisaan sababtoo Itoobiya waxay aaminsan tahay muslimka maqan ee adduunka ka saari doono Itoobiya jahli inuu Soomaaliya waa caqiide ay aaminan weyn maadaama gumaysi badan arkeen xagga diinta dadka u maqan ee Itoobiya sugayso ee muslimiinta xorayn doono ee caalamku u taagan doono waa Soomaalida aaminsan yihiin marka haddii la dhin Soomaali caawa maxaadareynba waxaan heli karaa ma habeen ka wax laga yaabaa isku laayo ana dhaysan yara dhaysan marka dadkaas ay soo hayaa sheekh qara la hayo yaani dadan itoobi was ku qashayaan in ku dadan sheekh ali iyo bulshada aad uga cabsareen in kale ma shabaab weeyo salaad diyaar dadka ma ay keen insha Allah dadkeen marka qorshaha daawad waa idin wada qorshaha labaad waa qorsha dhaqaale insha Allah khiyaarta waa weyn sheekh xasan iyo kala leena bal waxaan u soo gudbinaa waxa karayaan anaga hoos u sheegayna waxaan waa ogaanayeen waa waxa ku qabay walaal martin idinku markaan u timaadaan meeshii madkalka idin la qolay barnaamijka sabayna shaqo dunida madan waa la soo dhaweeyna
ودك مركا إيمانيسان وأنا رسول حريريسان سيفا يسويه مركا كل أنا أسكب أضيري أصحاب الحضر بعن هاي شاعد عبد الحمسي اللوين شاعد عبد الله كلمية كلمتين إنه يوكبه ويحرق إن شاء الله دلائم عليها وانت كندرنا صلاة إن صعاسك اللي جاري وتوزع على الله إما مركا عبد الله يهيدا مصوكا جزاكم الله خيرا تفضل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد مركو هو الرئيس وحن أمه علينا إله سبحانه وتعالى إنه أقل علي اجتماعا رنتي آد كوقي مبضل وكلا آد ويري هاي إساقا أوكاليتو وكلا أي سوي مادين دادا دوقي مبضل ودعادي مقالة ما قارس أما قبل كان رقي دينتا أهل قميي أي سوي مادين كلان كاس مركا قيمها بضن وأوغلان شو ألا حقي سكاهاتي سبحانه وتعالى مركي لا يبنو قبعد علينينا مركا اللباد وحان رمائنا أن دينا هذا علماء دي قارس أدباد مهد سنتين سو دوينتين قيمها بضن laga soo bilaabo xalay habeenimo markan magaalada soo galeenay ila xilligan aad inta taagan tihiin yadanaga hawshaanadi u taagan tihiin iyo soo dhaweyntaanadi iyo qabilitaankeedii iyo inaad maartay aad noqon tarxiibisan arintaasna aad baan idin kaga mahadcelinayna culimada gaaris waxaan idin leenahay aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa oo kale inaan si gaar ah idin kaga mahadceliyo ولما قاريس أما كونت كان قاريس سيجارة ديجان كصومالي دا وحنول إيه هاي أما علامة قارة نصارى نمهد علينا مهمة قارة يمنول إيه هاي أو أح حدوك تهين حلي دو حن صومر ناي أبارو أدو بعنا يا ديجان كصومالي دا كتيري وحيا هاي مقالة دني يا علماء دو تدكي كوبان يا رين تاسيد دري ماي إلهي سبحانه وتعالى والسبب أوغاد ديغاي إن لأوغادو ديغانك الصومالي دا ديباتة دا كجيرتو دادك قرباها جيري أي أوغادان وحاسلين أي وحا سبب إلهي أوغاد ديغاي علماء دا قارس تاسل مركو حان رفاهينا أن إذا هذا آد دادو مهات سنتين ورديك مهات دلين ومهات قارا تبضل باسو قرمدي لكن waxaan idin kaga mahadcelinayaa aad mahad aad u leeyahay waxa weeye in idinka markii uu horeeyay dareenka uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin ku tuuray kadibna aad dadkii gaarsiiseen taana waa mahadcelin gaar ah oo idin kaga mahadcelinayno inta markan ka gudbo sheekha ayaa dhameystiray anaga hadafkan u soconay sheekha dhameystiray waxaan rabaa kaliya inaan ku kabo walaalayaal meesha aan ka nimid runtii xilliyo hore cadaadis fara badan baa ka jiray oo ay inta badan bini aadmigu uusan tasawuri karaynin laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala culays kasta oo jiraba mar buu bedelaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu qaaday culayskii wuxuu noogu bedelay fudayd ayuu noogu bedelay inna maca alcusri yusran xilligaa sheekhu uu ka sheekaynahay runtii bay ahayd way jirtay isagu waxaaba laga yaba inuu halkan ka tegay laakiin annaga deegaanka joognay ee aqoonsigii ama mustaqbooyinkii deegaanka ay jeebka noogu jiraan ayaa runtii markaan kontaroolada marayno ama meelaha kontaroolka halkan afsoomaali maxay ku tiraahdaa wuxuu dhan baa idan ka fakaday kontaroolkaasi markii la marahayo annaga laftaanada ku mari jirnay adkaar iyo cabsi fara badan arrintaasi markaa way jirtay laakiin way tagtay hadda way suushay waxaa la oran karayaa boqolkiiba boqol xagga amniga annaga haddayna kaga sarreyno maxaa yeelay ninkii isaga ahaa ee maalinta sheekhu uu ka cabsanhayay waxaa sabab u ahaa duruufo jira marka koowaad waxaa jiray ururo dagaalamayay baa jiray oo dhibaatada qeybka ahaa ururadii nabad bay qaateen oo maanta deegaanka soomaalida mid ama diin ku halgamaya ama qowmi u halgamaya oo qori wata kama jiro حالا رمينا درنتان ما كان ده هو هذا لو كوي نكين حكومة وهم قالوا كوي أنا قالوا هو يلا ولا قال محاكل معنا سنين
قال كينو حبتكم ميدل فيدين ولا ميدل تكلمين ميدل دباتين كان يدين قال كين اللي تشوفه لكن أنا ونفتح وكانه مركن نيكو مرة دولة دا قاشو دي شو دباتي سنة تيسنين وكو دباتي وسكا كعالي ونفتح قوي وسكو ديه وقولا دا قالمو ووحانا دولة دي ريسا إسلام نمدا هما قوم نمدا لبنو بينو قو دباتي مركن مركن الدولين نمك قول بيدا نبقى على إنه بيدا دباتين إنه أنت عندك غير دول تهين الفرصة دكوه شان أنت أسي هاي أنا قلنا هذا وضعي مع قصة الله عملناي قول جيبا نسكرنك ناي إن الحقوق ده ناي وحاربنا كل رأس إنه قالين سينا بدنا نعكو حلو تاما كي نغطر وحان سكدي وحي جعلان دونا ما إن نغطر تاما رمبا لنا عن دقي غير إنه قرد عفي دونا سيدا حتى بوقتا حاولي قان قرد عقنا ما كل إيغو وحان كجري دونا وحاد وين إنا إنا قرد عفنا سكدينا مركا حق أمني مركا لإلادو ما أنت وحن سلينا هاي دكان كصومالي دا أمني أنا عالي ما كتير لأن محيي لي كنترول في سجع منك تاعه وأنا نفكر أنا يسمى ككوبات هل كقولين ما كمان نفكر إني باطوان بوليس كني كجوا وأنا نفكر أنا يسمى كل دمان هي هذا الدولة جاء شلون دان أنا جمر كل جاره ووزارة داعمة هتبتها وها أي دولة دولة وزارة داعمة هتبتها هي بنكية ده markii laga reebo waxa la wixii kale ay ka dawladeed oo dhan dhamaan anaga gacantana ku jira markii deegaanka Soomaaliya leeyda meel kasto oo tartan markaa waxa lagu tagi oo xukuma ama jooga nin af Soomaali ku hadlayo markaa kontrooladii iyaga haya cabsida badnaa wiilal hadda qoran assalaamu alaykum markaa tiri alaykum assalaam hada soo dhaw u dhahay jooga cabsidi hadda way tagtay ma jirto waxaan leenay markaa wadankii hal ugu soo dhawaada waxyaabaha la soo maray culayska aad bay culays badan la soo maray mararka barkood aad oranayso markii dacwada markii nabi maxamed kaleey salaatu wasallam soo saaray xilladii uu joogay markaa maka uu joogay ee dacwada halkaas ka waday sidii dadka loo dhibaateen hayay dhibaato lamida ayaa ka jirtay deegaanka Soomaalida 13kii sano ee dacwadu ay maka ka socotay dhibaatooyinka markaa saxaabada lagu hayay inta aan la hijroonin ee Makkah Madiina la tagin sidii dadka loo ciqaabayay sidii dadka loo dhibaateenayay mid la mid ah ka jirtay tii markaa hadii aad maaraytay idinku qof u laato waarin dhibaato ah oo tiradaan meesha dadka waa lagu lahayaa warlayntii hadda way dhamaatay rag badan baa tagay Sheikh Xasan Khaliif baa ka mid ah Sheikh Maxamed baa ka mid ah intaan garanayo oo soo wada maray dhulkii markaa meesha la yiraahdo Ceel Bardan xitaa tagnay waxyaabaha ilaahay fadligiisa loogu hadlay waxaa ka mid ah degmada Ceel Bardan xuduudda ku taalo waxaan ugu tagnay ciidankii iyo booliska ee deegaankeena uu lahaa oo dhanka ka jooga dhanka kalena kuwii Soomaalida jooga labadooda intay soo tageen meesha isla wada cabayaan hal cadaw way leeyihiin oo ah shabaab inay iska ilaaliyaan bas labadii dowladood ee marka Soomaaliya iyo Itoobiya xulka ma jiraan militarigii Soomaaliya iyo ciidankii iyo booliska ama ciidanka gaarka ee deegaanka uu lahaa oo xuduudaha ilaaliyo magaalada Ceel Bardan gudaheeda ishaaha ku wada cabayaan isla fadhiyaan hal miis wada fadhiisanayaan waa la nadaafa Soomaali weyn waxyaabaha marka hadda la gaaray ee fursadaha ee nabadgelyada ka jirta deegaanka noocaas uu xuduudaha dhan waxa joogana waa ciidankii uu deegaanka u leeyahay weyn ciidanka militeriga Ethiopia kuma badno marka walaalayaal waxaa la idinka baahan yahay raggan hadda markii hadda runtii aad tacriifka sameynayseen anwaan yaabo waxaan isii dadkan xagee wax ku kala hayaan nin walba waxaa loo sheegay oo mudiirkii Hebel madrasada noocan ah Hebel kana oo magaalada weyn ee yartaa ee Bowdi xageed markaa kala tuban tihiin waxaad u baahan tihiin meel aad ku kala fidaan meeshii markaa waxaa lagu kala fidin lahaana anaga idin hayno anuu hadduu xamaleed gurguri isku muuqataan raggan niman mudiir ahayn niman madara haysayn niman wixii ahayn markii laga reebo rag badan oo kooxo jaamacadda mustaqbal sheegana inay macallimiin u yihiin laakiin niman master meesha ku fidin hal sheekh ee jira oo sheekh inuu mudiirkiisa markii dambe laga daba keenay oo isaga la tiri waxna sablaan meesha ku fadhiinin marka meeshii aad ku ballaarin lahaydeen oo madaris laga sameyn karayo oo baahi fara badan ay taalo baan idin ka nimid waan idin ku soo dhaweynaynaa filayda haddii dhaqaale la'aan wax laga cabsan yahayna dhaqaale la'aan meesha ma taalo wax yaqaana oo meesha taga hadii la helo waxa weeye madaris tahfiid alquraan ninkii sameeya dad uu helaya tan nidaamiga isku jirka hadii la sameeyo dad baa la helayaa wax kasta oo la meeshaasi lala tago oo ruuxa uu badeecageeyo diin ku saabsan waxa weeye way gadmi way gadmaysaa weliba waa dhul dihin oo cusub weyn
dhul dihin oo cusub awey meesha marka hadda laga sheekeynay sheekh fogaaye maaratay eritreeyaga ama tigreega xilliga intuu yimid ay soomaali iyo tigreey iyo eritreeya ba ka wada daaleen ma aha waa dhul cusub dhul cusub oo hadda fursadiisu ay taagan tahay weeyeen marka walaalayaal waxaan leenahay culayskii jiray ee tacwadeed ama diinta haysta ilaahay uu naga dulqaaday marka idinkoo aad u mahadsan aqoontan iyo waxaan uu ilaahay idan baray iyo nicmadan aad haysataan waxaa idinka baahan walaaladiin marka annagu waxaanu nahay waan rabiyaa inay ka sheekayno waddankii maanta isbeddelka ka jira iyo fursadda ka tagay waxaa kale iyada lafteeda ku darayaa ruuxideed wadaadadu baryaha dhaqaalo badan bay ururiyeen wadaadkii dhaqaalaha haysta laftigiisa waxaa laga yaabaa xoogaaga hadda halkan uu ku ururiya ama Garissa oo kale inay magaalo yar tagtay ama Nairobi oo kale waxba uga qabanayn haddaad wax isku dardarsataan dhulkaas wax yarba hadda ayaad waxaad ku noqonaysaan markaad tagtaan dadka magaalooyinka ugu taajirsan waddankaas halkan waxaa laga yaabaa inaydan sheegnaanin laakiin markaad jijiga la tagto ama guri la tagto ama qabidahar inay xuruuri la tagto waxoogaaga isku dartaan waxaa laga yaaba inaad noqotaan dadka ugu taajirsan oo magac kale ku yaalataan fursadaas maalgashigaana way ka furantay iyadana oo si fudud iyadana lagu helayo marka waxaan idin leenahay aynu kusoo dhaweynaynaa deegaanka soomaalida ka nimid waxaa idinka fidsan gogol dacwadeed oo la rabo dhammaantiin inaad wadanka tagtaan inaad soo booqataan bal intiini horta marka hore xaggaan kasoo jeeday inaad niyootaan sida qolada tabliiqa afar bilood eed khuruuj bay baxaan in horta khuruuj la baxo kadibna marka ayna soo dabagalaan maaragtay sheekhiha sheekh xuseen iyo ragga la mida iyaguna halkan isku waxaynaya inaad markaa sabab ugu noqotaan marka idinku tagtaan bay kule iyagu tegi doonaan mise waxaa marajeyn doonaa inuu sheekh xuseen hormuud idinku noqon doono mise marka idinka soo warrami doona raggiina halkan isku nabaya marka waxaan leenahay walaalayaal aadood u mahadsan tihiin waqtiguna wuu nagu dheeraaday runtii anigu marki hore meesha soo gelayna waa yar dalay waana cajisnay laakiin intuu hadalku bilowday waxaan isleeyahay yaa iska waduun waraggii inaan dhegaysano ay hadalka wadaan baan aad u jeclaa wixii hayo dhan iyo daalkii wuu iga baxay xaqiiqatan marka aan ii sheego waxaana waxaa yeelahayo raggii aan dhegaysaninay culimadaha wixii kasoo baxaya afkoodii wanaagdii ayaa wixii cajiska ay saarnaay o dhan iga dulqaaday aad baad u mahadsantihin marka walaalayaal deegaankii aan ka nimid ayna u wada dhalannay fursadaasaa ka jirta ilaahay culayska uu ka dalqaaday waxaa laga rablo laga idinka baahay inaad ka faa'iidaysaan hadalkay waxaan kusoo gabagabaynayaa markaad noo soo gurmanayseen regaaris culimadiisow abaar baad nooga soo gurmateen bini aadmi waxaa la rabaa gurmad kale oo laydinka doonayaa abaar diimeed gurmadkeed ba haddana laydinka rabaa waxaan kusoo gabagabaynayaa marka hadalkaygu gurmadkii bini aadminimo ee xagga maaragtay dhibaatada abaarta ahayd maantana inaad ku xujisiisaan ood bilowdaan gurmad aad u gurmataan diintii gurmad diimeed abaar diimeed baa meeshaa ka jirto abaartaa diinta inaad u gudbataan aad baad umahadsantihin ala wabilahi tawfiq assalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh cabdullaahi waad mahadsan tahay waan soo xidhaynaa waxaan u maraynayaa culimada intaas ay kaga dhan tahay wixii kale hoose mooyaane salaadii baa la joogaa runtii waxaan u maraynayaa wixii hadda waan kala boganay hadday jirto su-aal iyo laba ma ogi iyo haddii aan si tartiiba salaadaan tukanaynaa marka hore culimada marka way cashaynaya way qadaynayaan marka intahay haa shaah waa diyaar markaan soo tukanno shaaha loo soo noqdaaye bas su-aalaha marka dib baa laga dhigi marka shaaha la cabahay insha allah jazaakum allah khayra